جديد. زي ما تابعنا الحالة المرورية النهاردة الحمد لله فيها يعني سيولة ومفيش مشاكل على معظم المحاور، كمان مع تقدم الساعات الشبورة بتنقشع لأنها كانت شديدة السوء في الساعات الأولى من الصباح، وحتى يمكن معاد وصولنا المدينة هنا 7:30 كانت الرؤية تقريبا منعدمة بالذات على الطريق الدائري يعني، لكن الحمد لله الحالة المرورية أفضل، وكل ما الشمس بتطلع وهجها بيزيد بتنقشع الشبورة، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. إذا مشاهدينا زي ما تعودنا كل يوم جمعة فقرة الإسعافات الأولية النهاردة هتكون موضوع الفقرة هو وقف نزيف الأنف عند الأطفال. نتابع. صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن نزيف الأنف. نزيف الأنف لأسباب كتير، ممكن يبقى من ضعف الشعيرات الدموية بتاعت الأنف، أو من الجو شديد الحرارة أو شديد الرطوبة أو شديد الجفاف، ممكن كمان يحصل من ضربة مباشرة للأنف أو ضربة للدماغ. إزاي نسيطر على نزيف الأنف؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة دي. تعالي يا ليلى. هنبقى قاعدين ورا المصاب دماغه لتحت، وبايدينا ماسكين الحته الطريه اللي في دماغه اللي في مناخيره. هنستعمل تلج، بس زي ما اتفقنا التلج ما بيلمس جسمنا مباشره، ونمشيه على الجبهه. من فضلك يا ليلى امسكي مناخيرك، وبعدين ناخد التلج ونمشيه على الجبهه شويه، نمشيه وشويه نطلعه، نحطه ونطلعه. اقل من 5 دقايق لازم النزيف يكون وقف، ما نشيلش ايدينا خالص عشان نساعد على توقف النزيف. لو النزيف استمر بعد 5 دقايق هنحتاج نروح للمستشفى. زي ما تابعنا هو تصحيح لمعلومه كانت خاطئه عند معظمنا، ان لما بيكون في نزيف من الانف دايما يقول لك امسك مناخيرك وارفع راسك لفوق. واضح ان المعلومه دي خاطئه تماما، لازم يكون لتحت. وموضوع التلج ده كمان اعتقد كتير مننا يمكن ما كانوش يعرفوه، فاحنا بنشكر الدكتورة على كل المعلومات المهمة اللي بتقدمها لنا كل يوم جمعة. التقرير التالي هنتابع فيه برضو زي ما تعودنا الفقرة السابتة عندنا يوم الجمعة، وهي خريطة خطباء الجمعة في مساجد متفرقة من مصر، سواء اللي تبع الأوقاف أو الأئمة الغير تابعين للوزارة.